وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، وكان بين ذلك. يعني بالنسبة لصفة الركوع يضع الكفين على الركبتين هكذا، هذا الوضع يسمى، ما هو يقبض، لا يضع. وكان يأمرهم بذلك وأمر المصيء به، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليه هكذا، يعني يكون محيط الكف كل ما يفعل هكذا، وإنما هكذا بهذه الصورة. وكان يفرج بين أصابعه حال القبض على الركبة، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، هذا راحة الإنسان على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبه، يعني لابد أن الإنسان لما يركع يبعد المرفق عن الجنب، ما يلصقها لصق هكذا ويركع، لا يبعدها. كيف يبعدها؟ بإطالتها هكذا فيصبح مستقيما، بحيث أنه لا يلصق لا بالبطن ولا بالفخذ، فلا يلصق الذراع بالفخذ ولا الساعد بالبطن. هذا معنى الإجفاء، هذا معنى الإجفاء. والظهر لابد أن يكون مبسوطا، يعني يكون مستقيما بهذه الطريقة، يكون مبسوطا، والرأس لا يكون مصوبا هكذا ولا مخفوضا، وإنما يكون بين بين، وينظر حال ركوعه أيضا ينظر إلى موضع سجوده.